مكملين وإياكم في مشوار ولقاء أحبتنا من طلبة الثانوية العامة المتفوقين والمتميزين وفي بلدة عدتيل تحديدا، والطالبة المتفوقة كوثر موفق دقة الحاصلة على معدل 99 بالفرع العلمي من بلدة عدتيل. ألف مبارك يا كوثر. بارك فيك. يعني كوثر احكي لنا اليوم قديش انت سعيده ومحظوظه بانك تحصلي على هذا المعدل العالي وايضا بالفرع العلمي. اول شيء هذا من فضل ربنا، الحمد لله ربنا ما ضيع لي تعب، بالتالي هاي نتيجه بعد 12 سنه دراسه وتعب، الحمد لله يعني شعور الفرحه كبير، والله لا يحرم حد من هاي الفرحه. اكيد. يعني كوثر احكي لنا كيف كانت رحلتك مع التوجيهي، يعني اكيد سنه كامله فيها ممكن توتر، فيها ضغط، فيها بعدين رجوع للهمه وشحذ الهمه، احكي لنا اكثر كيف عشتي هاي السنه. اول شيء جو البيت كثير مهم، الحمد لله وفروا لي جو هدوء وتركيز، ما كانوا يضغطوا علي الا ما يمر الواحد بهاي الفتره بصعوبات وضغط، يعني من هاي الناحيه كان في تشجيع الحمد لله، وكانوا يوفروا لي كل شيء بدي اياه. الحمد لله. طيب كوثر من بعد 99 في العلمي ايش ناويه تدرسي ولا لسه؟ مش اكيد، بس ناوي طب اسنان بالجامعه الامريكيه ان شاء الله خير. احنا اكيد بنتمنى لك كل التوفيق يا كوثر، وصالون نيفين حب كمان يشاركك هالفرحه ويقدم لك اكيد هديه صغيره. تفضلي. تسلمي. وايضا حلويات العنبتاوي اليوم حب يشاركك بهاللحظه الحلوه ويشاركك فرحتك، لانه دائما بيحل حياتنا كمان، فهو ايضا شريك بالمناسبات السعيده. ايش تحكي للعنبتاوي؟ شكرا لدعمكم للطلاب. تسلموا، ما بتكسروا اكيد. طب احنا من كوثر رح ننتقل لوالد كوثر اللي موجود اكيد معنا. الف مبارك عمي. الله يبارك فيكم وبال ولادكم من الجميع ان شاء الله. احكي لنا قديش اليوم انت سعيد بكوثر كونها معدلها مش بسيط بصراحه 99. والله احنا من وهي صغيره كوثر وهي شاطره جدا، وكنا نتوقع هذا الشيء يعني، والحمد لله توقعنا اكثر شوي كمان اجا. نعم. قديش اليوم انت رافع راسك بكوثر وفخور فيها؟ الحمد لله، يعني اللي اتمنى لكنا. ايش بتتمنى لها بحياتها الجامعيه بالمشوار القادم اللي راح يكون لها؟ نتمنى لها التوفيق في ظل هاي الظروف الصعبه اللي الانسان مش قادر يوصل الجامعه يعني، ونشوف شو هالظروف الجديده هاي اللي بدها تصير، يعني كيف بدها تدرس. نعم ان شاء الله. احنا اكيد بنبارك لك من الفجر وايضا من العنبتاوي المتواجد معنا. مكملين واياكم في مشوارنا وكونوا بالمتابعة.